يوم اللي يندق بابك هيك او تفتح الباب تشوف واحد لابس عمامة خضرة ويتبسم بوجهك ويقول لك عرفتني، تقول له ريحتك حلوة وعيونك بس ذكرني، يقول لك صار لك 20 سنة تشتغل على مودي وتقرأ دعاء العهد ودعاء الندبة والزيارة الناحية وكل يوم بالليل تخلي راسك على المخدة وتبكي علي، أنا حبيبك أبو صالح. بهاي اللحظة إذ هي فدوة لدموعك شعرت لعله عشت الموقف. تصوروا سادة الكرامة بهاي اللحظة يقول لك انطيني موبايلك أرد أشوف شنو الموجود على الموبايل. ديروا بالكم إذا يقول لك أرد أدخل لبيتك أشوف ثيابك، أرد أشوف، خذني وياك أرد أتعرف على أصدقائك، خذني وياك أرد أشوفك بالوظيفة شلون تشتغل، خذني وياك أرد أشوف أخلاقك بالشارع شلون، خذني وياك يقول لك أرد أعيش وياك 24 ساعة. راح أجي اليوم أنا مهديك ها، راح أعيش وياك 24 ساعة يومياتك، اليوم يومياتك راح أعيش وياك من 6 الصبح لثاني يوم 6 الصبح. عندك جرأة تقول له إيه قضي وياه يوم 24 ساعة؟ إذا سمع كلمة نابية طالعة من حلقك، إذا سمع اتصال ويا بنت بعد منتصف الليل مو خطيبتك ولا زوجتك، يقول لك هاي ليش تحكي وياها؟ ليش تلعب على مشاعرها؟ ليش تتسوي بيها؟ ليش توعدها بالزواج وانت واعد غيرها 5 بالزواج؟ ليش تكذب على الناس؟ ليش امام الناس بالمسجد تصلي صلاتك ما شاء الله، ليش بالبيت صلاتك هيك بسرعه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك، تصير تقرا الايات غلط. انت عندك الجرأة تعيش يومية لو يوم واحد مع الامام المهدي 24 ساعة، مع الامام المهدي 24 ساعة. يجي إذا عشنا مهدويين فعلا يظهر، إحنا الغايبين مو هو، هو حاضر، إحنا الغايبين.